استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية هذا اليوم جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر سلطان وحاكم ولاية وإقليم جوهر دار التعظيم بماليزيا الشقيقة، حيث رحب جلالة الملك المفدى بضيف البلاد الكريم وبحث معه علاقات التعاون الوثيقة وسبل تعزيزها بين البلدين الشقيقين. بعد ذلك شهد صاحب الجلالة وجلالة السلطان إبراهيم عرضا للخيل العربية البحرينية الأصيلة التي تتميز بجمالها وعراقتها وجودتها وتشتهر بنقاوة سلالاتها وقوة تحملها التي تجعلها تتصدر المراكز الأولى في السباقات، حيث تعد مملكة البحرين من الدول التي تمتلك أفضل المرابط للخيل العربية الأصيلة والمسجلة في المنظمة العالمية للجواد العربي وهو. واستمع ضيف البلاد إلى شرح حول الجهود المبذولة للاهتمام بها والمحافظة على سلالتها ووصفاتها الوراثية النادرة. من جانبه أعرب ضيف البلاد عن شكره وتقديره لجلالته مؤكدا إعجابه بما شاهده من عرض للخيل العربية البحرينية الأصيلة، ومشيدا بحرص مملكة البحرين عبر تاريخها العريق وجهودها المستمرة في المحافظة عليها.